السادة المشاهدين، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث عن بطولة القدس والكرامة الذي كان فريق الوحدات توج هذه البطولة بعد فوزه على جبل المكبر، وفريق المكبر الذي لعب مباراتين مع الهلال وفاز بركلات الترجيح، ومع الوحدات في نهائي خسر وفي آخر دقيقة من المباراة. برأيك كيف ظهر المكبر بداية بهذه البطولة؟ يعني وفاء مبروك للوحدات وهارد لك المكبر، مبروك لنا يعني بتنظيم هذه البطولة القدس والكرامة، رمزية هذه البطولة، لأن الجميع جميع العرب والمسلمين يعلمون جيدا أن لا كرامة بدون القدس، والكل يتذكر معركة الكرامة وما حدث فيها وكيف كانت معركة يحافظ فيها الجميع على كرامة العرب. لذلك يعني جاءت تسمية هذه البطولة، يعني هي من المفترض أن تقام في ذكرى معركة الكرامة، وأقيمت النسخة الأولى منها في ذكرى معركة الكرامة، لكن لظروف استثنائية والموضوع الدوري الأردني كانت الأجندة مختلفة عن غرب آسيا، حاولوا تجربة أن يبدأ الموسم في شهر ويستمر حتى شهر 9، لكن التجربة لم تنجح، لذلك عادوا ليعودوا إلى الأجنة العادية كغرب آسيا، فلذلك لم يكن هناك دوري في المملكة الأردنية الهاشمية في آذار الماضي، وكان لاعبو الأندية كلهم تحت الإعارة أو جلهم، واللي مش تحت الإعارة ما بيلعب فوتبول، عشان هيك تم تأجيلها إلى أن بدأ درع المئوية الأردني وتجمعت الفرق وأصبحت تنتدب لاعبين، ولعبوا 3 جولات في بطولة درع المئوية الأردني. هذه مقدمة عن البطولة. حقيقة جبل المكبر وكل الأندية التي شاركت في هذه البطولة الاستعداد لم يكن كما يجب، وهذا يعني متفقين عليه، لأنه إحنا عندنا الدوري خلص في بداية شهر آذار، والبطولة أقيمت في 29/5، يعني الشهر التالي مباشرة، ثلاث شهور. أنت بتحكي عن شهر 3 وشهر 4 وشهر 5، صحيح، 3 شهور. هل 3 شهور يعني كافية. تم الإعلام صحيح عن البطولة إنها ستقام في هذا التوقيت، لكن هناك مشكلة بالنسبة للأندية التي انتهى الموسم فيها في بداية آذار، بأنها يعني لا تستطيع أن تستمر 3 أشهر من أجل هذه البطولة وتدفع رواتب اللاعبين ل3 أشهر متتالية، وخاصة فريق مثل جبل المكبر توج بلقب الدوري وهو يمتلك العديد من اللاعبين، وحتى أنه قام بالتعاقد مع لاعبين جدد، لأن المكبر عبارة عن منخب تقريبا. بدأت الاستعداد كما تابعنا، الاستعدادات بدأت متأخرة، يعني كل اللي دربهم المكبر 7 أو 8 تدريبات وأقل من هيك، وفي لاعبين اللي تم انتدابهم في الفترة لم يتدربوا، يعني تمرين، وهذا غير كافي لتواجه فرق مثل الفيصلي والوحدات، فرق تلعب في أبطال آسيا ولديها مجموعة من اللاعبين المميزين، وكرة القدم الأردنية أيضا متطورة. لكن جبل المكبر لم يظهر في مباراة الأولى أمام هلال القدس كبطل للدوري وبطل لكأس أبو عمار كما كان متوقعا، طبقا للأسماء التي يمتلكها وطبقا للأسماء التي غادرت هلال القدس. هلال القدس كان منافسا شرسا في الدوري في الموسم الماضي، لكن غادره مجموعة من اللاعبين المؤثرين. لما بحكي أقول الركائز الأساسية الذين كانوا قد خلقوا الفارق في الموسم الماضي ووضعوا الهلال على قائمة المنافسة، وجلهم ذهب إلى جبل المكبر. لكن بذكرك أيضا كابتن عبد الفتاح، فيما يتعلق بالتعاقدات، استقدام لاعبين جدد في المكبر، هل مستوى هذه التعاقدات يعني يمكن وصفه بالجيد، وهل لا يزال كذلك الحال بحاجة لإجراء تعاقدات أخرى؟ يعني من وجهة
مغري هو الجبل المكبر استطاع أن يحظى بخدمات صفوة اللاعبين في الدوري الفلسطيني، جزءهم لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني ومن اللاعبين الذين ظهروا في الموسم الماضي بشكل جيد وقدموا أداء رائع وكانوا مؤثرين وركائز أساسية في فرقهم. الآن هناك تخمة في جبل المكبر من حيث المراكز ومن حيث التنافس على التركيبة الأساسية للفريق، وهذا قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. يعني سيف ذو حدين، قد يكون إيجابيا للمدير الفني على أن اللاعبين جميعهم نفس المستوى، وبذلك سيكون هناك تنافس على تقديم الأداء الأعلى من أجل الوصول إلى التركيبة الأساسية وأن يكون في التشكيلة الأساسية للفريق. وأيضا المشكلة لدى المدير الفني هذه الحالة إذا كان جميع اللاعبين بنفس المستوى أثناء التنافس وأثناء الالتزام بالتدريبات، هذا قد يخلق عائق لأنهم لاعبين منتخبات، صحيح أنهم بيلعبوا برواتبهم وبيأخذوا رواتب، لكن كمان اللاعب لاعب المنتخب ما بدوش يقعد على دكة البدلاء. وهذا اللي شاهدناه إحنا في تشكيلة الكابتن سمير عيسى في مباراة أمام الوحدات، عندما كان لديه أو يعني عزز الفريق بالأسماء الجديدة، يعني لعبت أسماء لأول مرة مع بعضها، وهذا كان نوع من أو ما أثر على جبل المكبر بأن لا يحسن نتيجة المباراة. إذن يجب أن يكون المدرب حذرا بصراحة في يعني هو صحيح، لكن إحنا بنقول بطولة ودية ويريد أن يشرف جميع اللاعبين وحاول أن ينفذ خطة جديدة، لكن أنا من وجهة نظري بقول إنه المكبر أضاع لقب من بيتي، لأنه كان الطرف الأفضل على في هذه المباراة وتقدم في المباراة، ومن ثم تلقى هدف التعادل في نهاية المباراة، وقبل نهاية المباراة بدقيقة أو دقيقتين يعني كان الهبوط البدني للجبل المكبر واضح، وكان هون لازم يتدخل بإجراء بعد تبديلات لتعويض نقص اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وبالتالي على الأقل لا يخسر هذه المباراة بل يذهب لركلات الترجيح التي من خلالها حسم بطاقة النهائي أمام هلال القدس، لأنه كانت المشكلة مباراة الجبل المكبر وهلال القدس كانت مشكلة بدنية أكثر منها أن تكون فنية، اللاعبين غائبين 3 أشهر عن الملاعب، لا لياقة بدنية، لا حساسية مع الكرة، لا انسجام، يعني الساعان مش داخلين في المود، نعم. وبالتالي لربما مثل هذه الملاحظات ومثل هذه الفرصة الضائعة يجب أن يتم إدراك نقاط الضعف أو النقاط التي حالت دون استمراريتهم أو تقدمهم في التنافسات القادمة، ونأمل أن تكون مثل هذه الملاحظة يعني ملحوظة تماما بالنسبة للمدربين والمدربينيين والتقنيين في مثل هذا الموضوع، وألا تسير الأمور على المسميات فقط، يعني زي ما بنقول مش إذا طلع صيتك أفرشو نام، هي مش راح تكون هيك وفاش، لأنه بكل تأكيد يعني جبل المكبر هو بطل الدوري وبطل كأس أبو عمار ويريد أن يحافظ على لقبه، ولديه مشاركة عربية ومشاركة آسيوية، لذلك هو يقوم بإعداد فريق من أجل الدخول في غمار كأس أبو عمار دوري المحترفين، كأس فلسطين، بطولة الأندية العربية وكأس الاتحاد الآسيوي، أنت بتحكي عن 5 بطولات، هذه البطولات تحتاج إلى كادر من اللاعبين، يعني هي خطوة إيجابية إذا ما أردت أن توزع الجهد، وإذا ما نظرنا إلى أنه مع تقدم الموسم هناك في غيابات بسبب الإصابات بسبب البطاقات بسبب لا سمح الله المرض أو أي ظروف أخرى لا يمكن أن يقع فيها جبل المكبر، لذلك هو يعني يطبق بطريقة احترافية بطريقة الأندية المحترفة التي تشارك في أكثر البطولة، لكن هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ميزانية عالية قد تكون هون سهل وحدين، إما أن يتم توفير الميزانية ويستمر الفريق
على نفس المنوال وبذلك يستطيع أن يقدم نتائج طيبة. وإن لم يتم توفير الميزانية وهذا هو التخوف فسيكون هناك سقوط مدوي. نعم، يعني نأمل أن يتم بالفعل الأخذ بعين الاعتبار بكافة هذه الملاحظات، أو لربما يعني النقاط التي كنت قد تحدثت عنها كابتن عبد الفتاح، وأن يبقى المكبر بالفعل دائما في الصدارة، وأن يعيد النظر في المكامن التي كانت قد حرمته من الفرصة آنذاك، لكن بالإمكان أن يتم الاستعداد مستقبلا وفي التنافسات القادمة. أشكرك جزيل الشكر كابتن عبد الفتاح عرار، بالتأكيد ناقد ومحلل رياضي، شكرا جزيل الشكر لك على هذه المداخلة.